هيلغوا اللغة التانية ويضموا 3 سنين والشهادة مش هتبقى شهادة والثانوية العامة حالها هيتقلب. يا ترى ايه الحكاية؟ حالة من الجدل مسيطرة على الشارع المصري بسبب التعديلات في مناهج ومواد الثانوية العامة وحذف بعض المواد ودمج مواد تانية، وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات اللي فاتت التوقعات عن اللي هيحصل من تعديلات في الثانوية العامة، ومنهم اللي قال ده الفلسفة هتتلغي والمدرسين هيقعدوا في البيت، واللي قال ده الثلاث سنين هتبقى نتيجتهم واحدة، وناس تانية قالت ده مش هيبقى فيه علمي وأدبي. عشان يطلع وزير التربية والتعليم ويحسم الجدل في التعديلات ويقول إن كل اللي هيتعدل هو المناهج وعدد المواد الدراسية، لكن هتفضل ثالثة ثانوي زي ما هي، مش هيتم ضم مجموعة 3 سنين، وقال إنه هيتم تحويل مادة اللغة التانية في كل مراحل الثانوية العامة لمادة غير مضافة للمجموعة. وكشف إن طلاب أولى ثانوي هيدرسوا في السنة الجديدة 6 مواد بس مش 10، وكمان هيتم دمج مناهج مواد الفيزياء والكيمياء في مادة واحدة وهي مادة العلوم المتكاملة، وكمان هتتلغي مادة الجغرافيا من أولى ثانوي. وكشف كمان إنه بالنسبة لتانية ثانوي علمي هيتم تعديل بعض المواد وهيحصل دمج المواد الرياضيات عشان تكون كلها مادة واحدة بس، ويدرس طلاب العلمي مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء. وبالنسبة لطلاب تانية ثانوي أدبي هيتم برضو تعديل المناهج وتقليل المواد الدراسية، ده غير إنهم مش هيدرسوا مادة الفلسفة عشان يدرس الطالب مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات. وكمان قال إنه تم تعديل مواد تالتة ثانوي عشان يبقى اللغة الأجنبية التانية والجيولوجيا مواد غير مضافة للمجموعة، وكمان دمج مواد الرياضيات عشان تكون مادة واحدة، وتحويل مادة علم النفس المادة غير مضافة للمجموع هي كمان، وكمان هيضاف على مواد أدبي مادة الإحصاء، وبكده يكون طالب تالتة ثانوي بيدرس 7 مواد دراسية فقط.